انتقد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية الخطاب الذي أدلى به أمير قطر في الأمم المتحدة والذي لم يأتي فيه بجديد، لكنه أوضح أن دول محاربة الإرهاب تطمح أن تكون قطر إلى جانبها في هذا الشأن. وقال معالي وزير الخارجية في لقاء تلفزيوني إن مسألة 100 يوم من الأزمة مع قطر هي جزء من وضع صبرنا عليه طويلا. وحول الخطاب الذي أدلى به أمير قطر في الأمم المتحدة قال معاليه: إن ما سمعناه من خطاب أمير قطر الموقف نفسه لم يأتي بجديد في خطابه، ونتطلع إلى أن تعود دولة قطر للموقف الذي يجمعها مع أشقائها بالمنطقة. وكشف معالي أن نحو 17,000 بحريني مقيمون يعملون في قطر، مؤكدا أنه خلال أزمة قطر تم مراعاة كافة الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، سواء للبحرينيين العاملين في قطر أو للمواطنين القطريين في داخل مملكة البحرين. مؤكدا معالي أن هذا الإجراء كان توجيها من جلالة الملك المفدى منذ اليوم الأول. وأكد معالي وزير الخارجية أن خطاب الرئيس الأمريكي الذي تحدث فيه عن محاربة الإرهاب هو عمود رئيسي لموقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من دولة قطر. وشدد معالي أنه في مجال محاربة الإرهاب علاقتنا مع الولايات المتحدة عامل استراتيجي أساسي في أزمة قطر، ولا زالت الولايات المتحدة تدعم جهود أمير الكويت المقدرة. وعبر معالي وزير الخارجية عن أمله في عودة قطر إلى مجتمعها وقال: نحن نرى أن مواجهة الإرهاب هو العمل الحقيقي الذي يجب أن نكون فيه، ونطمح أن تكون قطر إلى جانبنا في هذا الأمر.